الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير.